السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومحبي قناة منوعة فريد إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم خاوتنا، إن شاء الله كامل تكونوا لباس، طولنا عليكم ولكن إن شاء الله هذه الإطالة تكون فيها خير. خاوتنا بطبيعة الحال هذا الفيديو لتصحيح المفاهيم، راه مجوني بزاف ميساجات تقول لي على تطبيق تعجيزي كيفاش نحصل به على جيجات، لأنه كاين بزاف خاوتنا تفرجوا الفيديو اللي فات اللي نشرته منذ شهر أو شهر ونصف ولكن ما فهموش الطريقة. الآن راح نفهمكم خاوتنا الكرام. بطبيعة الحال أول حاجة لازم تكون عندك شريحة تعجيزي، تحمل التطبيق هذا التعجيزي اللي راكم تشوف فيه قدامكم خاوتنا، هذا التطبيق تحملوه فقط من متجر جوجل بلاي، تروح لمتجر جوجل بلاي تكتب جيزي، فقط تكتب جيزي وتحمله، تكتبه باللغة اللاتينية أو بالعربية والتطبيق ليك خاوتنا، عفوا مش هذا التطبيق، هذا هو التطبيق تاع جيزي كما تعرفوه، أو تلقى الرابط تاعو أسفل الفيديو مباشرة. المهم خاوتنا الآن نروح نوريكم الطريقة كيفاش. المهم خاوتنا هذا التطبيق تاع جيزي نوريكم بالجيجات اللي حصلت عليها. بطبيعة الحال خاوتنا هذه الطريقة قديمة وراني شارحها من قبل ولكن بزاف مش فاهمين. نضغط هنا على المزيد، كما راكم تشوفوا خاوتنا هذه كامل جيجات حصلت عليها، وكاين جيجات خاوتنا يعني حصلت على بزاف، عندي حوالي شهر ونصف او شهرين وانا اتحصل على جيجات يوميا. تستطيع الحصول على 5 جيجا 10 جيجا في النهار عادي خاوتنا انتيا والعمل تاعك. المهم نبداو على بركه الله خاوتنا، قبل ما نبداو يرجى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، اضغطوا لايك خاوتنا ما راكم خاسرين والو. نبداو على بركه الله. بطبيعه الحال هذا التطبيق تعجيزي خاوتنا بعد ما تحملو يطلب منك تسجل فيه. الان راح نمسح له فقط البيانات تاعو باش يعود كاني حملته. هذا وين تخزين مسح البيانات موافق. المهم خاوتنا هذا التطبيق تعجيزي، اول خطوه تروح تدخل ليه كيما هكذا، اذا كنت مش متحصل على جيجا اول خطره راح يعطيك جيجا مباشره فقط بالتسجيل. نكتب رقم الهاتف 99 29 53 45، نضغط على ارسال. الان راح يصلني رمز خاوتنا، اذا كان عندك مركب لابيس هنا في التليفون راح يوصلك هكذا خاوتنا، فقط تكتب الكود الان وبعد ذلك يدخل معك التطبيق عادي. اذا كنت مش حاصل على جيجا اول مره راح تحصل على جيجا. خاوتنا نرجع هنا للوراء كما راك تشوف هنا عندي يعني عندي 800 ميجا 0.84 يعني عندي 100 ميجا. المهم راح نبداو خاوتنا، اول خطوه هي تاع دعوه اصدقاء، يقول لك ادعي 5 اصدقاء وتحصل على جيجا. فقط تضغط هنا على ادخال رقم الهاتف وتكتب رقم الهاتف تاع الشخص، تكتب مثلا هنا 07 99 مثلا هذا الرقم خاوتنا، بعد ذلك تضغط على تأكيد، هكذا راح ترسل له دعوة. أنا لأني دعيت 5 أصدقاء ما تقدرش تدعي قدام أكثر من 5 أصدقاء، وكل شخص راح يحمل التطبيق تاعك بسبتك راح تربح 2 جيجا بعد ما تدعي خاوتنا بعد ما تبعث له دعوة. المهم الآن راح نوريكم الطريقة كيفاش تحصلوا على جيجات بزاف، مع أني شارحها من قبل ولكن بزاف كاين مش فاهمينها. خاوتنا أنت تروح لأي شخص تقول له أبعث لك، تقول له يبعث لي دعوة. هذا الشخص هذا يروح يضغط على دعوة ويكتب الرقم تاع الهاتف تاعك هنا خاوتنا، يكتب الرقم تاع الهاتف تاعك هنا مثلا، تعطي له الرقم الهاتف تاعك، بالمناسبة راح أخلي لكم رقمي أيضا اللي يحب يبعث لي. تضغط هنا، يضغط هنا ويبعث لك تأكيد. بعد ما يرسل لك خاوتنا يرسل لك دعوة راح يوصلك هنايا في الرسائل، يعني راح توصلك في الرسائل رسالة كيما هذه خاوتنا، راح نوريها لكم الآن. رسالة كيما هذه خاوتنا كيما راك تشوف، هاي وين هاي وين تنتظرك المكافآت عديدة، نضغط عليها. كما راك تشوف هنا يكتب لك تنتظرك الكثير من المكافآت من خلال تنزيل التطبيق. خاوتنا بعد ما تحمل التطبيق راح تحصل على جيجا 1 جيجا. الآن بلا ما تحمل التطبيق بعد ما يبعث لك دعوة بهذه الطريقة مباشرة تروح للتطبيق تعجيزي بعد ما تكون محمله من قبل بطبيعة الحال، فقط تمسح له البيانات تاع التطبيق، تمسح له فقط بيانات يعني كل هاتف وكيفاش تمسح له البيانات تاعك. بعد ذلك تروح فقط للجيزي هنا للتطبيق تاع جيزي وتكتب الرقم تاعك، تكتب الرقم تاعك هنا بهذه الطريقة، بنفس الطريقة اللي فتحت بها قبيل 99 29 53 45، تضغط على ارسال. بعد ما تضغط على ارسال خاوتنا راح هي توصلك 1 جيجا مباشرة هنا، بدون يعني بدون ما تعاود تحمل التطبيق، دائما تستعمل هذه الطريقة وراح توصل على جيجات خاوتنا. فقط انا يعني ما كانش مسجلني حتى شخص خاوتنا، بعد ما يعني بعد ما تسجل بهذه الطريقة راح تطيح عندك 1 جيجا مباشرة، لأنه فقط مش داعيني واحد لأني تحصلت على جيجا ليلة البارحة خاوتنا الكرام. نروحوا للميساجات وتشوفوا قدامكم خاوتنا كما راكم تشوفوا هنايا، نرجع للخلف خاوتنا، هذا الشخص اللي دعاني عفوا، شوفوا خاوتنا هنا قدامكم، هاي وين هنا طاحت عندي جيجا، خسروا هنا هنا
انظروا هنا يعني يوم الخميس يعني البارحة فقط حصلت على 1 جيجا بعد ما واحد دعاني، وهذه كامل جيجات خاوتنا تحصلت عليها. شوف شوف هذه 1 جيجا هنا في ذا اليوم، هذه 1 جيجا هنا، 2 جيجا 1 جيجا 2 جيجا 1 جيجا خاوتنا، شوفوا هذه كامل جيجات، هذه من الجيجات خاوتنا، هذه الرسائل أيضا تعجيزي، ولكن العديد من الجيجات وصلوا هنا. المهم هذه رسائل جيزي هنا خاوتنا كامل جيجات، والمساجات ما يقعدوش خاوتنا في الهاتف، يعني فقط في هذا الهاتف حصلت على هذه الجيجات، هاي جيجا جيجا خاوتنا كما راكم تشوفوا قدامكم، يعني لاني غيرت الهاتف فقط. المهم خاوتنا هذه الطريقه ان شاء الله تكون عجبتكم، يعني قديمه ولكن كاين بزاف مش فاهمين، ان شاء الله تكونوا فهمتوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.